في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر اليوم إن حكومته لا تتخيل أي سيناريو يلعب فيه رأس النظام السوري بشار الأسد دورا في حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة. وتابع شيفر في مؤتمر صحفي حكومي أن هناك لاعبون كثيرون وقوى كثيرة في المنطقة مثل تركيا والسعودية ودول خليجية أخرى لا تتخيل وجود بشار جزءا من حكومة انتقالية بسلطات كاملة، وألمانيا أيضا لا يمكنها تخيل هذا الأمر، مضيفا أن الأسد مسؤول عن جرائم وسلوكيات وحشية في الحرب في سوريا خلال الأربع سنوات ونصف الماضية. للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي السوري غسان ياسين. أستاذ غسان، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يعني بداية، هل هذا الموقف من ألمانيا يمكن اعتباره موقفا نهائيا تجاه بقاء رأس النظام السوري بشار الأسد لمرحلة انتقالية، أو يعبر فعلا عن التصور الألماني لمستقبل سوريا؟ يعني بالسياسة لا يوجد قرار نهائي، لكن بالنسبة لهذا القرار جاء بعد يعني اجتماعات فيينا الرباعية، والتي شهدت مداولات عديدة ومناقشات يعني حادة، كان محورها مصير بشار الأسد وأيضا المرحلة الانتقالية، مدة المرحلة الانتقالية، من هي الكيانات أو ما هي يعني آلية إنشاء هذه المرحلة الانتقالية. يعني الموقف الألماني الجديد يتناغم ربما إلى حد كبير مع موقف التركي السعودي القطري، والذي يعني الدول الثلاثة التي تقود يعني إذا صح التسمية تيار رافض لأي وجود بشار الأسد في المرحلة الانتقالية. شاهدنا وزير خارجية جبير في القاهرة أيضا عاد وأكد على ذات الأمر، لذلك في الأسبوع المقبل ربما يعقد اجتماع آخر لجنة رباعية ربما تصبح خماسية أو ثلاثية، أيضا سيكون مصير بشار الأسد هو محور هذه المداولات. يعني حراك متسارع. طيب برأيك أستاذ غسان برأيك، نعم، ما الذي أدى إلى التغير في موقف الحكومة الألمانية، وهي منذ فترة قريبة كانت تتحدث عن أنه ربما يكون لبشار الأسد دور في مرحلة انتقالية في سوريا؟ يعني أعتقد هذا التغيير سببه الرئيسي هذا تدخل روسيا الفجوة الواضح. يعني روسيا منذ أكثر من 3 أسابيع بقليل تدخل عسكريا بشكل فج وتستهدف فصائل الجيش الحر، لم تستهدف داعش، وهي تقدم خدمات كبيرة لنظام الأسد في مقابل يعني عدم جدية روسيا حتى الآن في الضغط على النظام من أجل القبول ببيان جنيف 1 و 2 الذي قبلت به المعارضة. جنيف كما نعلم جميعا ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، أي بدون صلاحيات رئيس الجمهورية بما فيها صلاحيات بشار الأسد، لكن الصيام الموقف الروسي هو الذي أدى إلى هذا التغيير في الموقف الألماني. وربما في الأيام القادمة قبل انعقاد الجولة الثانية من فيينا نشهد تصريحات مماثلة من أكثر من دولة فاعلة في الملف السوري. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ غسان ياسين الصحفي السوري، كنت معنا عبر الهاتف في سوريا اليوم. مشاهدينا الكرام، ارحب باسمي وباسمكم بضيفنا هنا في الاستوديو الاستاذ هشام مروان نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري. استاذ هشام، السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بكم، شكرا لكم، حياك الله. يعني ضيفنا عبر الهاتف الاستاذ غسان ياسين يرى ان التحول في الموقف الالماني واتخاذه شكلا اكثر صرامه حيال بقاء بشار الاسد ولو لمرحله انتقاليه نابع بالاساس من التدخل الروسي وفجاجة التدخل الروسي. ربما هذا الأمر الذي أقلق دول أوروبية عدة ومن بينها ألمانيا، كيف تعلق على هذه النقطة؟ ابتداء السلام عليكم وعلى الإخوة المشاهدين. وعليكم السلام. الأمر الذي ينبغي الوقوف عنده، موضوع أن لا يكون الأسد في المرحلة الانتقالية، هذا أمر يفترض أن يكون من متلازمات قرار مجلس الأمن رقم 2118 بالفقرة 16. الفقرة 16 واضحة في دلالتها وفي نصها على أنه يبدأ تطبيق جنيف الذي هو مرجعية الحل السياسي في سوريا بتطبيق بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي المتوافق عليها بصلاحيات تنفيذية كاملة. لا يمكن ولا يتصور وجود صلاحيات تنفيذية كاملة متعددة في كيان سياسي واحد أو كيان دستوري واحد، لذلك هذا أمر طبيعي ويبدو أنه هو الموقف الألماني السابق. نحن بخلال تواصلنا مع الممثلين الألمان المهتمين بالشأن السوري أكدوا تماما لنا أنهم لا يرون ولم يكن يرون
ولم يكونوا يرون أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية. التصريحات بناء على ماذا بنيت التصريحات السابقة؟ التصريحات السابقة ينبغي أن تقرأ لعلها في مشكلة في الترجمة. هم يقولون لا مانع من حوار مع الأسد في المرحلة ما قبل في يعني لابد من الحوار مع الأسد، لكن لم يقولوا بأي دور للأسد في المرحلة الانتقالية. الحوار مع الأسد بمعنى في مرحلة المفاوضات، في مرحلة ما قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وهذا أمر أكده أيضا الفرنسيون وأكده الإنجليز وأكده الكثيرون، حتى ما نقل عن بعض الأخوة في الأتراك بأنهم يقبلون بالمرحلة الانتقالية لمدة، هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق. حتى ما نقل أحيانا عن القيادة السعودية عن بالتحديد عن الوزير جبير أمس نفاها بشكل واضح. إذن الموقف الذي يصدر اليوم هو ليس موقفا جديدا، هو موقف قديم، ولكن تم التعبير عنه بطريقة أوضح ويعني تم إيصاله بالطريقة السليمة. هذا تماما ما فعله أيضا الوزير جبير أمس، كان واضح السيد جبير في تصريحه في اجتماعه أو في بيانه الصحفي أمس، مؤتمره الصحفي، كان واضحا باستخدام عبارة هيئة الحكم الانتقالي التي لا يكون للأسد فيها أي دور. هيئة الحكم الانتقالي يعني بداية مرحلة انتقالية، من أجل ذلك ينبغي أن تكون الأمور واضحة. ما جرى من هنا أنا أقول هي محاولات إعلامية من حلفاء النظام من أجل طرح أفكار جديدة في الحوار، يطرحون كل يوم أشياء جديدة. على سبيل المثال طرح فكرة الانتخابات المبكرة، هذا خروج كامل عن بيان جنيف والتفاف نهائي عن المرجعية الأممية المعتمدة لحل الأزمة في سوريا. نعم.